السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الثالثة، أهلا وسهلا بكم بالمحاضرة الثالثة اللي راح ناخذ بها الـ Principle of Pharmacology. المحاضرة السابقة أخذنا الـ Pharmacokinetics وتحدثنا عن الـ Pharmacokinetics، وقلنا الـ Pharmacokinetics what the effect of the body on drug، شنو تأثيرات الجسم على من على درج، من ناحية الأبزوربشن مالته، من ناحية الديستريبيوشن، من ناحية الميتابوليزم، من ناحية الإلمينيشن. المحاضرة هذه راح تتطرق لمن؟ لا how a drug can be act its effect. الدرج هنا شو راح ينتج الإفكت مالته؟ بأي طريقة؟ شنو الطرق اللي راح يسلكها الدرج على مود يطلع الإفكت مالته؟ What type of drug effect؟ هنا بهالمحاضرة إن شاء الله تعالى راح نتطرق إلى الدرج شو راح يشتغل؟ يعني أنا من أخذت علاج شو راح يبدأ يشتغل؟ تمام. Pharmacodynamics study deal with effect of a drug on the body. يعني شنو تأثيرات شو راح يبدأ يشتغل؟ للدراج على مود يبدأ يشتغل عدة ميكانيزمات. الميكانيزم الأولى اللي احنا نصيح لها physical mechanism. شنو معنى physical mechanism؟ يعني شوف ناخذ الأوزموتيك ديوريتكس اللي هو المانيتور. المانيتور ايش راح يسوي؟ راح يزيد الأوزمولاريتي في أي جزء هو يمر به، يمر بالبلازما راح يزيد الأوزمولاريتي، وبالتالي المي أو الفلويدز راح ينتقل من الهاي كونسنتريشن إلى اللو كونسنتريشن اللي موجود بها المانيتور، وبالتالي راح يغيرها. يعني إذا تشوفون هنا في هذا الفيجر، هنا المي إيش بيه؟ وين جاي يتحرك؟ جاي يتحرك لمن؟ للأوزمولاريتي مالت المانيتور، تمام؟ وبالتالي ايش راح يصير؟ راح يصير اسهل فيزيكال ميكانيزم. الطريقه الثانيه هي كيميكال اكشن الانتاسيد. الانتاسيد هذا حبوب القرط اللي احنا ناخذهم لما يصير عندنا جالي او يصير عندنا زياده بالحموضه. هذا ايش راح يصير؟ راح يصير كيميكال رياكشن. مثلا هسه هذا كالسيوم كربونات راح يتفاعل مع الاتسي على الموجود بالمعده، راح يعطيني سولتس وراح يعطيني مي وسي او 2. زين، او عندنا صوديوم كربونات راح يتفاعل مع من؟ مع ال HCl، لان HCl عالي بالمعده فراح يصير كيميكال رياكشن. زين، الثالثه، الطريقه الثالثه هي عن طريق الانزيمز. الانزيمز هي مركبات تصنع بروتينات معينه. هذا ايش راح يكون؟ يا اما يكون انهبت لهذا الانزيم مثل ما اخذنا من الفارماكوكاينتكس، او شو يصير؟ يصير اكتيفيشن لهذا الانزيم. يعني من يجي هذا السبستريت على مود تبدأ تشتغل ترتبط بما ترتبط بالإنزيم، والإنزيم راح يعطيك برودكتس. تمام تاك برودكتس. هنا الإنزيم أنا شو أجيب؟ أجيب مثلا إنهبيتر أو أجيب إندوسر، أخليه يقعد بمكان من مكان سبستريت، أحفز من؟ أحفز الإنزيم على مود يشتغل، أو لا أريد أثبط الإنزيم على مود شنو؟ ما يشتغل. بهذه الطريقة يشتغل إنزيمتك رياكشن. يختلف عن من؟ يختلف عن الكيميكال ويختلف عن الفيزيكال. الطريقتين الاخرتين هي اما يرتبط بالريسبتر المستقبلات، او يرتبط اما للترانسبورتر. واخذنا الدراج دراج انتراكشن في الفارماكوكاينتكس. بالريسبتر شنو معناها؟ اكو عده انواع للريسبترات. هذا شيء اكو اندوجينس ليجنز يرتبط بمن؟ يرتبط بالريسبتر على مود تطلع الافكت مالتها. يعني مثلا اللي جبناه ال HCl الموجود بالمعده، اكو اندوجينس ليجانز ترتبط بها بالبرايتال سيل على مود تنتج ال HCl. انا ايش اجي؟ اجي انطي اما انطي اغونست. يعني شنو معنى اغونست؟ يعني اغونست يعني ماده مشابهه المن للاندوجينس، لكنه تاثيره يكون اكثر واقوى، واخليه يرتبط بها يرتبط بهذا الريسبتر. او لا اجيب، لا اجيب دواء معين يسوي انتاغونزم، يعني يقعد بمكان من؟ يقعد بمكان الاندوجينس ليجنس مكانه. او من يجي الاندوجينس ليجنس من يريد يقعد بمكانه ما يلقى مكانه شنو؟ مشغول. فهاي شنو؟ ريسبترات او ترانسبورتر. الترانسبورتر شرحناها بالمحاضره السابقه، لو قلنا ترانسبورتر هو يعبر من خارج الخليه الى داخل الخليه. هنا الهم شنو؟ انا اوقف هذا الترانسبورتر وبالتالي راح. فاذا للدراج عده ميكانيزمات. الميكانيزم الاولى يا اما فيزيكال، يا اما هو يشتغل يقلل مثل الاوزماتيك ديورتكس يزيد الاوزمولاريتي، وبالتالي راح ينتقل المي من مكان لاعلى كونسنتريشن الى اقل كونسنتريشن، او لا
او كيميكالز يعني تفاعل كيميائي يحدث وينتهي الموضوع، او يشتغل على من على الانزيم اللي ينتج بروتينات او ريسبترز. زين اذا جينا للريسبترز، الريسبترز عده انواع، يا اما نوع يعتمد على من سحله ليجند جيت ايون شانل، يعني يجي الليجندز اللي هو هذا يجي يرتبط بيه من الجي يرتبط بالايون شانل، هي كانت مسدودة الايون شانل ما تعبر ايونات، لكن من اجى هذا الليجندز وارتبط بيها راح تدخل ايونات الى داخل الخلية، فانا ايش انطي؟ انا احفز من احفز هذا النوع من الريسبتر، او لا اكو سحولة جي بروتين كابلينج ريسبتر، جي بروتين كابلينج ريسبتر هسه راح نتطرق له بسرعة، انا من اجيب الاغونست او اجيب اي شيء اخليه يرتبط بيه من الخلية اللي يرتبط بيه الريسبتر مالتي راح احفز من؟ راح احفز الداون ستريم، وبالتالي شو حصير؟ راح يصير اكشن او يمنع الاكشن والى اخره. او عندنا انزيماتكس بس موجود وين؟ على السيل وول. هذا الانزيماتكس ريسبتر، الريسبترات خاصه يرتبط شنو؟ يرتبط بيها وانا شنو احفزها هم افكت، او لا يدخل الى داخل الخليه، في داخل الخليه بالسيتوبلازم او بالنيوكلس اكو الا ريسبترات خاصه، يعني مو على جدار الخليه، اذا كلها ثلاثه كانوا موجودات على من على جدار الخليه. لكن هذا الانتراسيلولر ان اسمه انتراسيلولر موجود وين؟ موجود الى داخل الخليه، لازم شنو؟ لازم ليجنز يعبر السيل وول يلا يلقى الريسبتر مالته يلا يبدي شنو؟ يبدي يشتغل. زين هذني اربع انواع للريسبترات راح نتطرق لهم واحده واحده. شوف بس قبل لا نتطرق لهم راح اتطرق لما للسبيد مالته. شوف الليجنت ايون كانال يخلي الايونات من يرتبط من يرتبط بالريسبتر مالته الموجود هنا اكسترا سيلولر راح تنفتح القناه، وبالتالي راح يدخل شنو؟ راح يدخل ايونات، سواء هذا الايون كان يحفز الخليه او كان هذا الايون شو فيه يهبط الخليه، اما يسوي هايبر بولاريزيشن او دي بولاريزيشن. هذا ايش قد يستغرق من الوقت؟ ملي سكندز، يعني اجزاء من الثانيه، وبعدين يرجع يقفل بسرعة يشتغل. مثل ايش عندنا؟ عندنا استايل كولين، راح ناخذ من المحاضرة الجاية ان شاء الله. استايل كولين عضلة على مود تتقلص ايش لازم يدخل؟ يدخل الاستايل كولين، يرتبط بمن؟ يرتبط بالريسبتر مالته الموجود على السيل وول، وبالتالي راح تدخل ايونات ويدخل الكالسيوم ويصير كونتراكشن بمن؟ بالخلية. هذا شنو؟ خاص انواع خاصة منه. النوع الثاني اللي هو جي بروتين اللي حكينا عليه، هذا جي بروتين لا، هذا الجي بروتين لازم شو يسوي؟ لازم يرتبط اما للريسبتر مالته، والريسبتر مالته تعطي اعاز لبروتين ثاني داخل الخليه، والبروتين الثاني يحفز يفتح قنوات اخرى مثل قنوات الكالسيوم، يلا يصير كونتراكشن، يعني ياخذ له فتره وقت يلا يبدا يشتغل، بينما عندك بالايون شانل لا مباشره هي فتحت القناه، هذا لا لازم شنو؟ يروح المن؟ يروح للجيران. الجيران هم ايش يسوون؟ راح يدزون ابنهم المن للجيران الثانيين يلا شنو الى سر اعاز، تمام؟ يعني مو مباشره ندق الباب على الجيران اللي هم يريدهم، لا لا لا، يدخل يروح المن للجيران اللي بصف جيرانه يقول لهم قلوا جيرانكم انه انا اجيت. شوف ياخذ شنو؟ ياخذ وقت على مود يشتغل. الكاينز او الانزيمز نفس الشيء، بس لكن شنو؟ هم تحتاج انه بعد ستيب اخرى، يعني الجيران الاول، الثاني، الثالث. الجيران الثالث راح يقول للجيران الثالث، يقول للجيران الثاني خلي يقولوا للجيران الاول انه انا اجيت. هم شنو؟ تحتاج لها وقت. الاخير شيء اللي هو الانتراسيلولر، هذا ياخذ لي اما يعني من تسمع هذا يشتغل على الانتراسيلولر قول هذا راح ياخذ وقت على مود يبدي يشتغل. ليش؟ لانه لازم يخترق السيل وول ومن ثم يدخل الى الانتراسيلولر، والانتراسيلولر بالسيتوبلازم، من السيتوبلازم يتحرر وبعدين ينتقل الى للدي ان اي يلا يسوي جين اكسبريشن. شوف كم طريقه كم عثره قدامه، فياخذ لي اما ساعات او ياخذ لي ايام، اكو من ياخذ اسبوع يلا يبدا الاكشن مالته، تمام؟ اذا اسرع واحد راح يكون عنده ليجند جيت ايون شانل، ومن ثم جي بروتين كابلنج ريسبتر، ومن ثم الريس انزيمز، ومن ثم شنو؟ النيوكلر. اذا ابعد شيء هو النيوكلر، فهمناها؟ تمام. زين ناخذ اول واحد اللي هو ليجند جيت ايون شانل. هذا الليجند ايون شانل كانت منين يتركب؟ يتركب من تو بورشن. البورشن الاول اللي هو يقول اللي يكون اكسترا سيلولر،
اللي بيها راح يرتبط الليجند. اوكي، اللي هيرتبط شنو؟ بايندينج سايد مات الليجند اللي راح يجي يرتبط بها. الاستريكون يرتبط بها مكان بالاستريكون، بس وين موجود؟ موجود اكسترا سيلولر مو انترا سيلولر، يعني مو هذا الموجود. السيل وول اكو جزء خارج السيل وول، اكو جزء شنو هو بالسيل وول، اكو جزء شنو داخل السيل وول. هذا وين مكان الليجند؟ يكون بالاكسترا سيلولر خارج السيل وول. زين، هذا من راح يرتبط ايش راح يصير فيه؟ هذا من راح يرتبط راح يفتح شنو؟ راح يفتح بور، وهذا البور راح يمر خلاله شنو هو؟ من السيل، من اوت سيل الى داخل الخليه. يعني نجي ناخذ مثال، عندك الاستايكولين عمود ينتج الافكت مالته، ايش راح يرتبط؟ راح يرتبط على ريسبتر يسحوا له نيكوتينيك ريسبتر. هذا النيكوتينيك ريسبتر ايش راح تسوي؟ راح تدخل صوديوم وتخرج له بوتاسيوم. ليش؟ من يدخل الصوديوم راح يدخل بالمقابل مالته راح يدخل كالسيوم، والكالسيوم ايش راح يسوي؟ راح يسوي اكزايتيشن او يسوي كونتراكشن. اوكي زين، ويساوي شو يسوي لك؟ يسوي لك كونتراكشن مال السكلتين المصري. نوع ثاني سحوله الجابا، جابا امينو بيوتريك اسيدز. هذا من تجي ترتبط الى مكانها راح تفتح قنوات الصوديوم، تفتح قنوات الكلورايد، والكلورايد يكون انهبيشن للنيورون، فشوف شنو يهدأ وينام. فعندنا بعض الدرجات تسوي تحفز الجابا على مشون يدخل الصوديوم، اكو عندنا بعض الدرجات تحفز الاستايكولين ترتبط بمكان الاستايكولين، وبالتالي صوديوم هو راح يدخل وكالسيوم هو راح يدخل راح يصير كونتراكشن اكثر. زين، او مرات يسوي انا اقفل قنوات الاستايكولين، يعني اجيب فد ليجنز يرتبط بمكان الاستايكولين، هسه راح ناخذ الانتاغونيزم على مود امنع انه الاستايكولين يرتبط بمكانه، وبالتالي ما راح تفتح قنوات من قنوات الصوديوم. فهمتني؟ اوكي. زين. الترانسبورتر اللي عندي النوع الثاني اللي هو جي بروتين كابلنج ريسبتر، شويه يراد لها تركيز. هاي هم كذلك لها اكسترا سيلولر وعندها وذن ذا سيل ممبرين وعندها انترا سيلولر. اوكي. من يجي الليجنت وين راح يرتبط؟ راح يرتبط بالاكسترا سيلولر. زين، من ارتبط بالاكسترا سيلولر ايش راح يسوي؟ راح يسوي عمليات فعاليه. هذا منين تتكون؟ تتكون من 3 سب يونتس، الفا وبيتا وجاما. زين، هسه راح نشرح بشكل مالتن. من يجي يرتبط راح يحفز الالفا، ومن ثم الالفا راح تروح المنكنه، راح تروح للجيران، والجيران راح يحفز انزيمات اخرى، بروتينات اخرى راح تنتج شنو هو؟ انه اكتيفيشن للريسبتر مالتنا. الجي بروتين انقسمه عندنا ثلاث انواع، على عندنا جي اس، وكو عندنا جي اي، وكو عندنا جي كيو. احنا تطرقنا لها هسه، بس خلينا نحكي بصوره عامه. الجي اس لما يرتبط بريسبتر مالته راح يحول الجي تي بي، شوف ترتبط الجي تي بي لما ترتبط للالفا سب يونتس، ومن ثم الفا جي تي بي يعني اي تي بي راح يتحول اي جي تي بي، راح شنو هو؟ راح تعيف البيتا والجاما. زين، هذا ايش تحتاج؟ تحتاج لاست سيفرال مينتس، سيفرال سكندز اور مينتس عم يصير الاكتيفيشن. زين، نجي عندنا شنو هو التو تايبس كنا؟ الجي اس راح ايش يحفز لك؟ راح يحفز لك الادينيلين سايكليز. اها، ايش راح يزيد؟ راح يزيد السايكليك اي ام بي، وبالتالي راح يفتح قنوات من قنوات الكالسيوم. بالتالي ايش راح يصير بالخليه؟ راح يصير فيها اكزايتيشن، اذا كانت سكليتال موسل راح يصير فيها كونتراكشن، واذا كانت لا نيورون راح يصير شنو الاكشن بوتنشال ايش بيه؟ راح يزداد. زين، الجي اي من اسمه اي معناه انهبيتر. هذا شو يسوي؟ من يجي يقعد الاغونس يرتبط بالريسبتر اللي هي جي اي ايش راح يصير بيه؟ راح يصير فيه انهبيشن، فالسايكليك اي ام بي ايش بيه؟ ما راح ينتج، يعني ما راح يتحول الاي تي بي الى سايكليك اي ام بي، وبالتالي اذا ما تحول ايش راح يصير بالخليه؟ راح يصير بها انهبيشن، يعني شوف تفتح قنوات البوتاسيوم، والبوتاسيوم يسوي دائما انهبيشن. زين، الجي كيو لا، الجي كيو ما له علاقه بالادينيلين سايكليز، راح يشتغل على من؟ على الفوسفولايبيز سي. شوف هذا الانزيم فوسفولايبيز سي، الادينيلين سايكليز يحول اي تي بي الى سايكليك اي ام بي. الادينيلين سايكليز ايش راح يسوي؟ لا راح راح ايش يسوي؟ راح ينتج لي الانوسيتيل ترايفوسفيت والداج اللي هو تاسيل جليسرول. هذه هم راح
تفتح لي قنوات الكالسيوم وراح تحفز لي انزيمات اخرى بروتين كاينيسز. فهمنا؟ عندنا 3 تايبس. عندنا الاس معناه ستيمولنت، بس الاس يشتغل على من؟ راح ياخذ الالفا والجي تي بي راح يروح لمن؟ راح يروح الى عمه اللي هو اسمه ادينيلي سايكليز. هذا عمه راح يشرح لي القصه، شو يحول عمه شو يقول لهم؟ يقول لهم حولوا الاي تي بي الى سايكليك اي ام بي تحول. بينما اذا راح المن للالفا كيو، يعني هذا ريسبتر اسمه كيو، يعني سبتر اسمه كيو، اذا راح للكيو خواله، لا الخواله ما راح اسوي هيك، ايش راح اسوي؟ راح تحفز الفوسفولايبيز، والفوسفولايبيز راح يسيد الانوستيل ترايفوسفيد والداك ده اسيل كوليسترول. هنا هم راح تفتح قنوات الكالسيوم، بس لكن العمان فتحوها بقناه والخوال فتحوها من قناه. يبقى شنو؟ يبقى انهبيشن، يعني صديق السوء. انهبيشن شو يسوي؟ لا يمنع، يسوي انهبيشن الادينيلي سايكليز، وبالتالي ما راح يزاد السايكليك اي ام بي. اذا عندي 3 تايبس، عندي عمام، عندي خوال، وعندي صديق السوء. زين نجي هذا، شوف هسه هنا من اجى هذا الريسبتر هنا، هذا الفيست 1 في حاله طبيعيه اللي ما بيها شنو؟ ما بيها اغونست. زين هذا الجي دي بي موجود الفا وبيتا وجاما، وهذا التارجت 1 تارجت 2. من اجى هذا الاغونست الليجنز ارتبط بيه، من ارتبط بالريسبتر سوى حول الجي تي بي الى شنو؟ جي دي بي. وبالتالي الالفا، شوف البيتا والجاما ايش بيها؟ انفصلا عن من؟ عن الالفا. اخذن الالفا والجي دي بي اخذوها لمن؟ للادينيلي سايكليز. هذا الادينيلي سايكليز، هذا الادينيلي سايكليز راح يحول الاي تي بي الى سايكليك ام بي وينتج الافكت مالته. من راح الاغونست، راح الاغونست سوى رجعت هذه المن، رجع لمكانه اللي هنا راح يرجع، ترجع لعيالها اللي بدها عشان زعلانه، وبالتالي المن رجعت لمكانها كانما ماكو شيء. هذا الفكر الجو راح يوضح لي اكثر. شوف اذا عندي جي اس واذا عندي جي اي، اوكي اذا جي اس راح يصير، راح يصير اكتيفيشن المن للادينيلي سايكليز، واذا عندي جي اي اذا ارتبط بالجي اي ايش راح يسوي؟ راح يسوي انهبيشن المن للانزيم الادينيلي سايكليز وينتج افكت مالته. شوف هنا عندي ثلاثتين، لما عندي جي اس راح يحول الاي تي بي للسايكليك اي ام بي، واذا عندي جي اي شو راح اسوي؟ انهبيشن للادينيلي سايكليز، فيبقى الاي تي بي ما يتحول المن للسايكليك اي ام بي فما ينتج افكت. بينما اذا جي كيو جهه الخوال بروتين كاينيز ايش راح يحفز؟ راح ينتج لي انوسيتيل ترايفوسفيت، راح ينتج لي شنو؟ راح ينتج لي الداك، واثنين راح يفتح القنوات الصوديوم بطرق تختلف عن الطرق الثانيه. زين الانزيم لينك هم موجود وين؟ على السيل وول، لكن يختلف التركيبه مالته، تختلف عن من؟ عن الجي كوبلينج بروتين، وتختلف عن الايون شانل. شلون تختلف عن الايون شانل؟ هذه ايش عندها؟ عندها تو سب يونتس موجوده وين؟ اكسترا سيلولر. تو سب يونتس موجوده وين؟ اكسترا سيلولر. من يجي تجي ترتبط الليجن، ترتبط المن للاكسترا سيلولر لهذا السب يونتس، من راح ترتبط هنا ايش راح يحفز؟ اكو شيء داخل الخليه بس يشرح له تايروسين. تايروسين ايش راح يسوي؟ راح يسوي فوسفوريليشن، يعني يعطي فوسفور المن للانترا سيلولر. يعني هذا يتكون منين؟ يتكون من اكسترا سيلولر وذين ذا سيل والانترا سيلولر. هناك بتجي بروتين كان يحفز الالفا وتروح الالفا والجي دي بي ويسوي لي اكتيفيشن. هنا ايش راح يصير؟ راح يصير فوسفوريليشن المن للانترا سيلولر بارت، واذا صار فوسفوريليشن هذا ايش راح يسوي؟ هم راح يحفز لك شنو؟ بروتينات اخرى، وهذه البروتينات راح تنتج شنو؟ افكت. يعني مثلا هنا كان عندي هنا ايش راح يصير؟ هنا مثلا انسولين، الانسولين من يرتبط للريسبتر مالته هم مجموعة الانزيم لينك، صار عندي اكتيفيشن المن للانسولين ريسبتر سبستريت، صار بيها شنو؟ صار بيها فوسفوريليشن. ليش؟ لانه الفوسفور وين ارتبط؟ ارتبط بالانترا سيلولر، والانترا سيلولر انطت هذا الفوسفور المن للانتراس الانسولين سبستريت. هاي السبستريت راح تروح تنتقل من البروتينات اخرى، وبالتالي تنتج الافكت مالتها. فهمناها؟ زين عندنا الانترا سيلولر ريسبتورز، هاي ايش قلنا وين موجوده؟ موجوده في داخل الخليه. هذه
ايش راح تحفز لي؟ ما راح تحفز الانزيمات، هذا راح تحفز شنو هو ترانسكريبشن فاكتور. ترانسكريبشن فاكتور. سؤال انه اي من الليجانز او اي من الكيميكالز يمكن ان تخترق شنو؟ تخترق السيل وول. لازم شو تكون؟ تكون ليبس سولوبل. تمام تمام. فاذا لازم يكون شنو هو؟ لازم يكون سفشنت ليبس سولوبل على مود شنو؟ يخترق السيل وول ويطب من السيتوبلازم. بالسيتوبلازم ايش راح يلقى؟ راح يلقى انتراسيلولار ليجانز انكتف. من يجي يرتبط بها الليجانز ايش راح يصير؟ راح يصير اكتف. وإذا صارت اكتف ما راح تروح، راح تروح للنيوكليوس. في داخل النيوكليوس راح تقعد على ما راح تقعد على الدي ان اي. بالدي ان اي ايش راح اسوي؟ راح اسوي تحفيز انما للجين اكسبريشن، راح تطلع عندك شنو الافكت مالتها. لذلك ايش راح تتطور؟ تتطور لساعه لايام. مثال عندنا شنو؟ الستيرويد هرمون. يعني تجيك بالام سي كيو ستيرويد هرمون اكت اون اكسترا سيلولر اجي بروتين ايون ليجانز انترا سيلولر ليجانز او انزيم لينك. ايش راح تجاوبني؟ فتجاوبني المثال هذا. تمام تمام خوش. زين هسه ارتبط الريسبتر، خلاص ارتبط الريسبتر للريسبتر مالته، ارتبط الليجنت للريسبتر مالته. من بعد ايش راح يصير؟ ما حدش افكت. تمام تمام. زين هذه الافكت مالتها راح نقيسها اكثر قياسات الاتي. يعني عندنا تو تير اللي هن البوتنسي والافكاسي. شوف اول شيء قبل لا ندخل ذني، من يجي ارتبط الريسبتر، من ارتبط بالريسبتر ارتبط من العشرة، ارتبط لعشرين، ارتبط لخمسين، انت شنو هو نتج؟ شنو نتج افكت هذا اللي هو شنو هو خمسين؟ صعد ارتبط بخمسة وسبعين بالمية، ارتبط لي لما يوصل مية بالمية. كلما زيت الدوز ما يعطيك افكت. ليش؟ لان كل الريسبترات شبيهة مشغولة، راح يبقى الدراج وين موجود؟ موجود بس لكن شنو ما له مكان يرتبط به. فلذلك لم يمكن نوصل للماكسيمم افكت. نوصل الماكسيمم افكت لما اول ريسبتر شبيه اكيوباي بمن؟ بالليجنت مالتك اللي الدول اللي انت حطيتها انت. زين اذا ارتبط لل 50 شو يصبح له؟ يصبح له افكتيف كونسنتريشن، يعني 50% من الريسبترات شبيهة مشغوله، ال 50 الباقي شنو؟ بعد ما مشغوله. تمام تمام. اذا اذا عندي 100 ريسبتر وطيت الدراج اني الدراج مثلا يشغل 50 راح اعطيك شنو؟ راح اعطيك 50 افكت 50% افكت. اذا انطيت يشغل 75 راح يشغل شنو؟ 75% افكت. اذا انطيت اكثر من 100 راح اعطيك شنو؟ راح اعطيك فقط لل 100 افكت والبقيه ما راح ينطيك افكت. ليش؟ لان كل ريسبتر شبيهه اكيوبايد، مشغوله بمن؟ مشغوله بالكونست اللي انت انطيته. زين الترم هذا اللي هو البوتنسي، البوتنسي شوف if this amount of drug. تمام شوف amount كمية الدراج اللي هي ضرورية على مود تنتج جد 50% من الماكسيمم افكت. ماكسيمم افكت تمام تمام. زين يعني جد كمية الدواء اللي انا انطيها على مود تنتج شنو؟ تنتج 50% منين؟ من الافكت، من الماكسيمم افكت. فشنو صح لها؟ صح لها شنو؟ افكتيف كونسنتريشن 50. تمام؟ زين انطي مثال انا. يعني معناها كلما انا انطيت دوز قليله وانطيتني الاي سي 50 هي تكون شو؟ تكون مور بوتنت. ليش؟ لانه بكميه قليله وصلتني الى اللي ال 50% الماكسيمم افكت. بينما اكو دواء لا انطي 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 اكثر على مود يوصلنا من ال 50. مثال عندي دراج اي، دراج اي انطيه بايش قد؟ انطيه ب 5 ملي جرام ودراج بي ب 10 ملي جرام يلا يعطيني شنو هو؟ يعطيني الاي سي 50. الاي سي 50 معناها انه الدراج اي تكون مور بوتنت منين؟ من دراج بي. ليش؟ لانه بكميه قليله شنطاني انطاني 50% افكت، بينما الدراج بي زودت 10% يلا انطاني اي 50 معناها ليس بوتنت منين؟ من الاي. ناخذ مثال ثاني هنا، ان الكاندسارتان ايش قد؟ 4 الى 32% بينما الاربيسارتان ايش قد؟ يراد له دوز 75 الى 300 يلا ينتج شنو؟ اي سي 50. تمام تمام. اذا كميه الدراج كلما قلت وانتجت وانطتني
AC50 اسرع معناها شو؟ معناها مور بوتنت. يعني مثال عندنا عندنا دراج اي انطيه ب 1 ملغ ودراج بي ب 40 ملغ. دراج اي بال 1 ملغ يوصل للاي سي 50 بينما دراج بي بال 40 ملغ يلا يوصل للاي سي 50 معناها يوهر مور بوتنت يوهر الاقوى معناها الاقوى الاي. ليش؟ لانه ب 1 ملغ وصلنا للاي سي 50 ذاك 40 ملغ يلا وصلنا شنو؟ للاي سي 50. اوكي زين نجي على من على الافكاسي. الافكاسي هي افكاسي شوف انه اني ماكسيمم افكاسي دراج انت هنا انه نمبر اوف دراج ريسبتور كومبلكس يعني يعتمد عليه من يعتمد على الريسبتورات المشغوله عندك معناها اكتيفيشن اوف ريسبتور كوز سيلولار ريسبونس معناها انه الماكسيمم افكاسي اوف دراج تنتج لما شنو هو شوف اعلى بارت هنا شوف هنا يوصل للماكسيمم افكت شوف هنا واصل الماكسيمم افكت بينما هنا شبيه ما وصل للماكسيمم افكت معناها انه الدراج اي مور افكاسي منين من الدراج سي بينما الدراج اي والدراج بي ذا سيم تمام يعني وصلوا للماكسيمم افكت اثنيناتهم سوا اذا اثنيناتهم نفس الافكاسي بينما الدراج سي يكون اقل شوف الدراج اي شوف ايش قد لما انشغل ايش قد شغل تقريبا 75% من الريسبتورات انطاك افكت ماكسيمم افكت بينما الدراج سي ايش قد شغل 50% من الريسبتورات ووقف معناه ياه الاكثر افكاسي الاي اكثر افكاسي زين بس من اقارن البوتنسي شوف هذا البوتنسي مالته هنا هذا البوتنسي مالته هنا وهذا البوتنسي مالته هنا معناها دراج اي مور بوتنت منين من دراج بي but the same شنو same efficacy نفس الافكاسي اثنيناتهم وصلوا للاي ماكس اثنيناتهم نفس الاي ماكس معناها شنو معناها اثنيناتهم نفس الافكاسي لكن فرق وين فرق بالبوتنسي الدراج سي شبي يكون بوتنسي مالته شوف وين بعيده يعني يحتاج شنو يحتاج كميات كبيره ليوصل الاي سي 50 بينما الافكاسي مالته شو تكون اقل معناها الدراج اي والدراج بي مور افكاسي منين من الدراج سي والدراج اي والدراج بي يكون مور بوتنت منين من الدراج سي تمام احسن امثله بعد زين الفول اغونست هذا الاغونست الالي احنا جاي اشرح لك ساعه اقول لك اغونست هو اللي يرتبط المن للريسبتور مال اندوجينس وينطيك شنو هو ينطيك ماكسيمم بايولوجيكال ريسبونس تشبه الاندوجينس ريسبتور مال اندوجينس اجى شنو هو اجى اعطيت الدواء ارتبط اما ارتبط نفس الريسبتور وانطاك نفس الافكت معناه شنو فول اغونست زين عندك الفينيلفرين يرتبط المن يرتبط الالفا 1 ريسبتور راح ينطيك شنو سيم اي ماكس اوف اندوجينس ليجنز النور ابنفرين لو انت عشان صحيح صحيح فول اغونست كانما شنو كانما انا اندوجينس اشتغل عندي زين البارشال اغونست صحيح يرتبط للريسبتور لكن ما ينتج الاي ماكس نفسه راح ينتج شنو اي ماكس اقل يعني افكاسي اقل تمام يعني هذا راح يكون ما بين الزيرو وما بين الوان يعني نفس الافينيتي لكن شنو نفس الافينيتي اقل من هالافينيتي لكن شنو ايش راح ينتج راح ينتج لك الاي ماكس ما توصل للاي ماكس مالته زين الانفيرس اغونست هذا لا بالعكس هذا مصيبه يعني هذا قاعد بالريسبتور اعطاك شنو اعطاك افكت مخالف المن للاندوجينس شوف هنا ايش ادي عند الفول اغونست وين وصل للاي ماكس هذا وصل له للاي ماكس هذا شنو سحله فول اغونست ليش انطاك الماكسيمم افكت البارشال اغونست لا انطاك شنو هو يا ما يعطيك هالف او يعني نص ثلاثة ارباع ربع افكت منين من الفول اغونست شنو سحله بارشال اغونست تمام زين تجي الانفيرس اغونست لا شو يسوي يقلل شنو هو
الافكت هيعطيك شنو؟ هيعطيك تاثير معاكس له. تاثير شنو؟ معاكس المن للفول اجونست. صح لا صح لا انفيرس اجونست يعني يقعد بالريسبتر هيعطيك تاثير معاكس المن لتاثير الفول اجونست. شو صح له؟ هذا صح له انفيرس اجونست. شوف هنا الفول اجونست البارشال اجونست ما بين الصفر، هنا الصفر افكت مالتك، واقل منين؟ اقل من الواحد. اقل منين؟ اقل من 100%. هذا شنو هو صح له البارشال اجونست. بينما الفول اجونست راح يعطيك، راح يعطيك 100% للاندوجينس. البارشال اجونست لا، ما بين الصفر وما بين من؟ ما بين الواحد. الانفيرس اجونست شو يكون؟ يكون اقل الصفر. ينتج تاثير اقل منين؟ اقل من الصفر. زين الانتاغونست، انتاغونست هاي عده انواع بها، بس فكره الانتاغونست انه هذا يجي يقعد على الريسبتر مالته لا ينطي افكت ولا يخلي الاغونست او الاندوجينس يقعد مكانه. يعني يجي يقعد يقعد ببيت بالبيت مالته، لا هو ساكن به ولا يخلي اهل البيت يجون يسكنون به، يعني يقفلها فما ينتج افكت ابدا، يقعد بمكان الاغونست وما ينتج افكت نهائيا. عندي عده انواع له، عندي الكومبتيتيف اغونست والنان كومبتيتيف اغونست والالوستريك. زين عندي الكومبتيتيف انتاغونست شو يسوي هذا؟ هذا يجي يقعد بمكان من؟ بمكان الريسبتر، بس شنو؟ ممكن انه شنو يتوخر، يوخر منين؟ يوخر من مكانه اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على الكونسنتريشن. يعني انا عندي اغونست وانتاغونست، ايهما اكثر كونسنتريشن راح يقعد بالمكان. يعني انا جيت جبت انتاغونست قعدته بتركيز 50 وجبت اغونست انطيته سوا، الاغونست 25 فما راح يوخر من؟ ما راح يوخر الانتاغونست منين للمكان. لكن اذا انا انطيت 75 ملي جرام والانتاغونست 50 ملي جرام، شو يسوي الاغونست؟ راح يوخره من مكانه. ليش؟ لان صار تركيزه اعلى فيتوخر من مكانه. وش يقعد؟ يقعد بمكانه. هذا معناها شنو؟ من ارسم الكيرف مالتي انه انا اغونست ما اعطاني تاثير نهائيا، لكن ازيد الدوز مال الاغونست، يعني انتاغونست قاعد بمكانه ما اعطاني تاثير، من اجيد الجرعه مالت من؟ مال انتاغونست، مال اغونست، العفو مال اغونست، شو اسوي؟ راح ازيح الانتاغونست من مكانه. زين من ازيد الجرعه، يعني هو كان بصوره طبيعيه ب 50 ملي جرام يشتغل، لكن لانه وجود الانتاغونست زيدت الجرعه 75 ملي جرام، انا بدي اوخر اغونست منين؟ من مكانه. معناها البوتنسي زادت لو قلت، يعني قلت عندي هنا. ليش؟ لان زيدت الجرعه، يعني صار ب 75 يلا يعطينا شنو؟ اي سي 50. اعيدها من جديد. شوف هنا هنا الاي سي 50 هذا شنو؟ الاغونست وحده. من اعطيت انت اغونست سويت زيدت الجرعه على مود شنو؟ على مود اوخر شنو هو؟ اوخر الانتاغونست منين؟ من مكانه. سويت زيدت الجرعه على مود اوخر الانتاغونست منين؟ من مكانه. تمام. زين النوع الثاني من الانتاغونست اللي هو النان كومبتيتيف، هذا شو يسوي؟ يجي يلطش على الريسبتر، لو ايش ما زيد الجرعه ايش بيها؟ ما يوخر من مكانه. ليش؟ بقى بمكانه ابد ما يتغير، ابد ما يزحزح من مكانه. وبالتالي ما زيدت الجرعه هو باقي بمكانه. ايش راح ياثر على الاغونست؟ ياثر على من؟ على الافكاسي. ليش؟ انت زيد الجرعه ايش ما تريد؟ هو باقي بمكانه ما يزحزح. فمعناها الاغونست ما راح ينتج نفس من؟ نفس الافكت اللي كان ينتجه وحده. يعني شوف بس هذا الكيرف هنا، من انا زيدت هذا زاد شنو الافكت؟ هذا وحده. انطيت شنو؟ انطيت نان كومبتيتيف، شغل من؟ شغل الريسبترات كلها سدها، وبالتالي من يجي الاغونست ما راح يلقى مكان له ولا يقدر يشيلها من مكانه، فالافكاسي ايش بيها؟ راح تهبط، راح تنزل من؟ للصفر. ايش ما تعطي اغونست؟ انت اغونست ما ياثر عندي.
النوع الثالث اللي هو الالوستريك. الالوستريك راح يرتبط في مكان غير مكان الاغونست، يعني مكان اغونست موجود يجي كان كومبتيتيف يقعد مكان الاغونست، صح؟ صح. زين هذا وين راح يرتبط؟ راح يرتبط في مكان ثاني غير مكان الاغونست، بس شو يسوي؟ يسوي شنو؟ يسوي كونفورميشنال تشينج، راح يغير بيما، راح يغير بالستايل مالته بحيث من يجي الاغونست ما يلقى مكانه. ليش تغيرت؟ تغير شنو؟ تغير مكان الاغونست ما راح يرتبط به فقط. فهمناها؟ تمام. هذا ايش راح يسوي؟ الاغونست ما راح ينتج شغل مالته، فالافكاسي تبقى لو ما تبقى؟ الافكاسي راح تنزل تهبط اعتمادا على من؟ اعتمادا على الالوستريك. الالوستريك بايندينج، هل هاي الالوستريك تنزل 75%؟ يعني تشغل، يعني تغير 75% او تغير 50% او تغير، لا تغير ايش قد؟ تغير 100% من الريسبترات. زين اذا البوتنسي راح تبقى نفسها بس الافكاسي ايش بيها؟ راح تنزل. صار عندي ثلاث انواع للانتاغونست. النوع الاول اللي هو الكومبتيتيف ممكن انه ينشلع، بس لكن شو زي شو تحتاج زيد الجرعه، واذا زيدت الجرعه راح تبقى نفس الافكاسي بس تتغير شو؟ تتغير البوتنسي. النون كومبتيتيف هنا لا يقعد مكانه ما ينشلع نهائيا، فما تتاغونست ما راح يتاثر بها، وبالتالي الافكاسي ايش بيها؟ ما راح ينتج اي افكاس، ما راح ينتج اي افكت الاغونست. ليش؟ لانه ما يلقى مكان يشتغل به. الالوستريك لا يقعد في مكان ثاني غير مكان الاغونست، بس شو يسوي؟ يغير بيمن، يغير بشكل الريسبتر راح يقعد بيه الاغونست، فمن يجي الاغونست يريد يقعد ما راح يلقى مكان، يعني يجي للبيت شو يغير؟ يغير بالستايل مالت مالت البيت، فمن يجي ابو البيت يريد يجي يقول هذا مو بيتي، فما يقدر يقعد به. فاعتمادا على من؟ اعتمادا على مستوى التغيير 75 25 100% التغيير مالته، وبالتالي البوتنسي ما راح تتغير، بس تتغير شو؟ تتغير الافكاسي، راح تتغير من الماكسيموم الى الزيرو. الموضوع الاخير اللي هو الادفيرس افكت والسايد افكت والثيرابيوتكس اندكس. السايد افكت خلينا نحكيها اول شيء. السايد افكت انه التاثيرات مات الدواء اللي انا اعرفها، يعني اسبرين ايش راح يسوي لي؟ راح ينهبت بليتليت بايندينج، وبالتالي ايش راح يسوي؟ راح يسوي بليدنج. هذا شنو هو؟ يعني ديزايربل، ممكن انه شنو هو؟ معروفه هذه. زين لكن ادفرس افكت شو تكون؟ تكون قاتله، قاتله هذا يعني سيريس اند ايفن فيتال. ادفرس افكت سيريس اند فيتال، بينما سايد افكت ان وونتد بات اوفن ان افويدبل فارماكو دايناميك، او تعتمد على ما تعتمد على الدوز مالته ممكن انه اغيرها. زين يا هل استفاد من عتر ادفرس افكت او سايد افكت؟ لا استفاد من السايد افكت. يعني مثال خذنا الاسبرين، الاسبرين واحده من السايد افكت، السايد افكت انه يمنع البليتليت انه تلتصق مع بعضها البعض، وبالتالي يمنع شنو؟ يمنع تكون الخثره. هاي سايد افكت، بس لكن انا شنو استفاد من عتبي من بمرضى القلب؟ انطيهم شنو هو؟ انطيهم اسبرين. فهمناها؟ فهمناها. فمن الممكن او هذا السايد افكت ما تكون سيريس، من الممكن انه انا انطيه دواء ثاني، من الممكن انه انا اقلل الدوز راح تروح شنو؟ تروح السايد افكت. بينما الدوز افكت لا، التاثير الغير مرغوب به. زين ثيرابيوتكس اندكس، شنو معنى ثيرابيوتكس اندكس؟ انا الدواء من انطيه راح يعطيني شنو؟ يعطيني افكت، لكن من ازيد الدوز ايش راح تعطيني؟ راح تعطيني شنو؟ ان وونتد ادفيرس افكت، ادفيرس افكت راح تعطيني. زين هنا اعتمادا على من؟ اعتمادا على الدواء نفسه. اذا كان يعني انا انطيته ب 50 ملغ انطاني شنو؟ انطاني ثيرابيوتكس افكت، وانطيته ب 75 انطاني ثيرابيوتكس، انطاني شنو؟ انطاني ادفيرس افكت. معناها شنو؟ معناها بس تغير بسيط او زياده بسيطه بيه بالجرعه راح تعطيني شنو؟ راح تعطيني ادفيرس افكت. بينما اكو دواء ثاني من انطيه ب 50 ملغ، انطيه ب 75 ما راح يعطيني شنو؟ ادفيرس افكت. انطيه ب 100 ملغ ما راح يعطيني ادفيرس افكت. انطيه ب 150 ملغ يلا يعطيني ادفيرس افكت. شوف ايش قد زيت الدوز يلا اعطاني ادفيرس افكت. هذا معناها شنو؟
معناها انه هذا الدواء اللي بس مجرد تغيير بسيط زياده بسيطه بالجرعه زودت لي ادفيرس افكت اسوح له شنو اسوح له نارو او سمول ثيرابيوتكس اندكس، يعني بس لازم اكون حذر وياه. ليش؟ لانه اي زياده بسيطه بالجرعه راح تعطينا شنو ادفيرس افكت، يقول لي سيريس ادفيرس افكت في سيريس افكت. بينما هذاك الثاني اللي انا زيدت الجرعه عده اضعاف يلا اعطاني ادفيرس افكت، معناها انا شنو اسوح له اسوح له لارج ثيرابيوتكس اندكس، يعني يريحني انا اعطي اعطي 50 اعطي 100 اعطي 150 اعطي من 150 يلا يصير ادفيرس افكت، يعني ما خاف من على السحلة وايد ثيرابيوتكس اندكس او لارج ثيرابيوتكس اندكس. اتمنى لكم موفقية، ارجو انه انا ما اطلت وياكم، وشكرا جزيلا لكم.